السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم معايا في مطبخ جيجي النهارده هنعمل معاكم وصفه جديده جدا وحلوه قوي وبسيطه وجميله مش هتاخد منك وقت تعالوا معايا نعمل جاتو الكراميل او كيكه بالصوص الابيض هي بالظبط زي كيكه الجاتو شاتو بس طبعا الصوص الابيض غير الصوص اللي بالكاكاو ده الفرق اللي بينهم تعالوا معايا ندخل على الوصفه وخليكم معايا خطوه بخطوه وتعالوا خليكم معايا لاخر الفيديو تعالوا معايا نقول المقادير معانا كوبايه ونص دقيق كوبايه عاديه من اللي انتي بتشربي فيها الشاي مك. ماشي هنعير بيه كل المقادير بتاعتنا هنخليه هو العيار بتاعنا المك اللي احنا بنشرب فيه معانا كوبايه ونص دقيق معانا آه كوبايه سكر كوبايه لبن كوبايه الا ربع زيت ومعانا آه بيضتين معلقتين آه كبار آه لبن بودر معانا البيكنج باودر والفانيليا ومعانا علبه دريم اللي هو او اي نوع انت بتحبي تعمليه اللي هو الكريم كراميل ومعانا معلقه خل خلاص تعالوا بقى معايا نشوف تاني خطوه هنعملها ايه تعالوا بقى معايا نشوف هنحط دلوقتي المكونات اللي هي الجافه مع بعض معانا معلقه كبيره بيكنج باودر زي ما انتم شايفينها كده تمام هنقلبها مع الدقيق وحطينا عليه ذرة ملح ذرة بسيطة خالص يا جماعة تمام كده خلاص هنخلي معانا الدقيق ده على جنب وهنبدأ نشوف باقي الوصفة هنعمل ايه احنا هنجيب معانا دورق الخلاط تمام وهنحط فيه المقادير دي واحدة واحدة مع بعض كده هنحط ايه بقى في دورق الخلاط هنحط معانا اللبن والسكر ونضربهم مع بعض كده شوية علشان السكر يدوب مع اللبن بعد كده هنحط معانا اللبن البودر هنحط الاول اللبن تمام وهنحط معانا كوبايه السكر تمام وهنحط معانا اللبن البودر تمام كده هنخفقهم كويس جدا في الخلاط بس آه نسيب الزيت معانا اخر حاجه نحطه شويه بشويه لان الزيت بيتقل معانا الخليط علشان ما يتقلش معانا وفي الاخر هنحط معانا البيض بعد ما نخلص الصوص بتاعنا آه ونحط كمان معانا معلقه الخل معلقه الخل دي يا جماعه بتخلي الكيكه بتاعتنا هشه وبتشيل ريحه زفاره البيض تمام هفرمهم معانا كويس في الخلاط مع بعض وهرجع لكم تاني دلوقتي احنا فرمناهم مع بعض كده هنبدا نحط معانا آه كيس الكريم كراميل زي ما قلت لكم اي نوع انت حباه هنشيل معانا الكراميل اللي بتاعنا نخليه دلوقتي على جنب هنحتاجه في الاخر تمام هنخفقه مع بعض ونحط الزيت شويه بشويه هخلصه وهرجع لكم تاني خلاص كده الصوص بتاعنا بقى شكله جميل ازاي مزجناه كله مع بعضه هنبدا ان احنا نحط كوبايه ننقص منه كوبايه دي اللي احنا هنزين بيها الكيكه في الاخر نحطها على الكيكه بتاعتنا تمام كده ونخليها على جنب كده ونرجع نحط بقى معانا البيض نحط معانا البيض بتاعنا ونرجع نحط معانا الفانيليا ما ننساش كده خلاص عملنا البيض مع باقي الصوص اللي احنا خدنا منه كوبايه للكيكه هنبدا بقى نحطه على الدقيق بتاعنا ونقلبه كويس جدا مع بعض هنبدا بقى نقلبه كله كده مع بعضه طبعا احنا حاطين البيكنج باودر على الدقيق وحطينا الفانيليا هنقلبه كويس جدا جدا ما نخليش فيه اي اي حاجه باينه من الدقيق يعني يبقى القوام بتاع الكيكه بتاعتنا كريمي خلاص بقى ده قوام الكيكه بتاعتنا ناعمه وجميله جدا يا جماعه شفتوا ناعمه ازاي القوام بتاعها كده مظبوط جدا هنجيب بقى معانا صينيه بايركس اي صينيه عندك موجوده آه تدهنيها زبده او زيت بعد كده بقى نبدأ نحط الكيكه بتاعتنا بسم الله خلاص آه دي بقى الكيكه بتاعتنا حطيناها في الصينيه هنظبطها كويس ونخبطها كده خبطتين كده علشان اي فراغات فيها تخرج بعد كده بقى ندخل آه نكون الفرن مسخنينه علي درجة حراره عاليه وبعد كده ندخل صينيه الكيك ونعمله على درجه حراره 180 وهنسيبها لمده نص ساعه وبعد النص ساعه نبقى نبص عليها ونختبرها بخلة سنان ونشوفها استوت ولا لا وبعد ما تخرج هوري لكم شكلها في النهايه هنعمل الصوص ازاي خلاص الكيكه بتاعتنا خرجت من الفرن زي ما انتم شايفينها كده شفتوا هشه ازاي هنسيبها بس تبرد شويه وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي الكيكه بردت معانا شويه نبدا نحط معاها يا جماعه نص كوبايه لبن كده او تلتين كوبايه نسقيها بيهم وهنسيبها معانا كده يشربها وبعد كده نحط الصوص بتاعنا تمام ودلوقتي خلاص معانا الكيكه خلصت حطينا الصوص الكوبايه اللي كنا شايلينها في اول ما عملنا الكيكه هنبدأ بقى نحط الكيس الكراميل اللي بتاعنا اللي احنا كنا شايلينه. هنعمله بقى ايه يا جماعة كده خطوط كده يعني اي حاجة. تمام? تمام كده. بخلة سنان بقى نحاول نعمل فيه اشكال تانية. ودي بقى الكيكه بتاعتنا ده شكلها النهائي زي ما انتم شايفين كده الوصفه دي جميله جدا وسهله ولو عجبتكم يا جماعه ياريت ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب ويا تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته